السلام الله عليكم. في هذا الفيديو سوف نجد حل لهذه الديفرنشال إكويجن. عندي دي واي اوفر دي اكس ماينس واي ايكوالز اي تو ذا اكس واي تو ذا باور اوف 2، وهذه الواي تو ذا باور اوف 2 تجعل من هذه الديفرنشال إكويجن برنولي ديفرنشال إكويجن. طبعا راح اكتبها بطريقة تبدو اسهل من ما هي عليه الان. راح استخدم y برايم بدل dy over dx for simplicity minus y equals equals e to the x times y to the power of 2. لان اصدقاء خلينا نقارن term by term. I have here y prime and I have here y prime. We have in plus p of x times y وعن هون minus 1 times y. طب هل يا ترى بإمكاننا أن نعتبر minus 1 اللي موجود هون هي function of x شأنها شأن p of x؟ طبعا من حقك أنك تعتبر minus 1 function of x، ليس هناك ما يمنع. أوكي، وعندي أيضا finally e of x و e of x هي تشبه f of x هنا، وعندي هون y squared وهي تشبه y to the n. المهم هو أنه ما نتأثر أنه والله إذا كان عندي هون يفترض أن يكون هذه ال y مضروبة ب function of x، ولكن هون y فعليا مضروبة ب minus 1، ما في مشكلة، بإمكانك اعتبار ال minus 1 function of x، لأن هذه برنولي بلا منازع بلا منازع. رح ناخذ فرض جميل ورح نفترض بأن v equals y to the minus 1، وهذه المسألة الثالثة في هذه البلايليست، وفي كل مرة سأوضح ليش minus 1، من وين إجى هذا الباور. هلأ عندنا هون دائما نقول 1 minus whatever we have here, whatever we have here, 2, 10, so on and so forth. Just 1 minus هذا الباور، 1 minus هذا الباور، 1 minus هذه ثابتة. إذا 1 minus 2, it will be minus 1، وهذا ما يفسر أن هذا الباور هو minus 1 بطبيعة الحال. أوكي، بعد ذلك رح نوجد الدريفاتيف ل هذه الإكويجن اللي هون. عندي v with respect to x it will be v prime, then it will be minus y to the minus 2 v prime equals minus y to the minus 2 times y prime. ثم يا أحبتي رح نأخذ فقط الجزء اللي جنب y prime بدون y prime، ورح نضرب فيه هذه المعادلة اللي موجودة هون، بأكد بدون ال y prime، بس نأخذ اللي بينتج بجانب y prime. أوكي، so رح تتحول إلى ما يلي، رح تتحول إلى minus y to the minus 2 times y prime، then زي ما أنتوا شايفين رح نضرب هذا اللي موجود هون ب ماينس واي. طبعا عندي ماينس وماينس تو البي بلس، وعندي واي وعندي واي تو ذا ماينس 2 تو البي ماينس 1. سو هير تو البي ناو بلس واي تو ذا ماينس 1 ايكوالز، طبعا عندي ماينس y to the minus 2 times e to the x times y squared. طبعا عندي y to the minus 2 وعندي y to the 2 بلغوا بعض، فبيبقى عندي فقط minus e to the x. الآن يا أصدقاء كما ترى معي فإن هذا الذي نتج هنا هو v. لاحظ أو حتى v برايم، عفوا هذا v برايم، عندي minus y to the minus 2 y برايم. لاحظ هون v برايم equals
نفس الشيء. إذن بإمكاني نستبدل هذا ب v prime، وعندي y to the minus 1، و y to the minus 1 هي v. بإمكانك أنك تلاحظ بكل سهولة عندي y to the minus 1 وعندي v، v كما ترى equals y to the minus 1. إذن رح نكتب الآن هذه المعادلة بهذا الشكل، v prime plus v equals minus e to the minus x to the x عفوا to the x e to the x، وهذه linear differential equation، وعندي فيها p of x، و p of x هو 1. ليش 1؟ p of x هو الفانكشن اللي بيكون multiplied by v or by y في linear differential equation. So بنسأل حالنا what we have here؟ We have 1. So this is p of x. الآن رح نطلع الانتجريتد فاكتور، وهو e the integral of p of x dx، يعني e to the integral of 1 dx. Of course it will be e to the x. ورح نقوم الآن بضرب الديفرنشال إكويجن التي اتفقنا على أنها لينير، هذه بطبيعة الحال رح نضربها بالانتجريتد فاكتور اللي نتج معانا. رح نضرب كل المعادلة في الاي تو ذا اكس، واتفقنا في الفيديوز السابقين انه لما نضرب الديفرنشال اكويجن بالانتجريتد فاكتور نختصر الطرف الايسر ليفت هاند بالانتجريتد فاكتور تايمز في وعليهم الدريفاتيف. سو ات ويل بي دي over dx times sorry للانتجريتد فاكتور اللي هو e to the x multiplied by v. it will be okay نحط ال v بالاول بعدين الاكسبوننشال فانكشن. لمن يسأل من وين هذا اجا؟ هذا لما نضرب الانتجريتد فاكتور باللينير ديفرنشال اكويجن بالليفت هاند بكتب ال v الانتجريتد فاكتور عليهم الدريفاتيف، نو مور نو ليس. ايضا راح نعمل multiplication here. We will multiply e to the x by e to the x. It will be e to the 2x لأنه نجمع الباورز e to the x times e to the x. It will be e to the 2x. So equals minus e to the 2x. Then we will integrate both sides. طبعا زي ما احنا شايفين on the left hand we have integration and we have derivative and they will cancel each other. So بيظل عندي only v e to the x. v e to the x equals هون، يعني هون الجزء اللي عادة الطلاب بخربط فيه انه how to integrate e to the 2x. هون اني حاب اكتب ملاحظة ممكن اكتبها هون على سبيل المثال، عندي e to the 2x إذا بدي أعمل لها derivative it will be 2 e to the 2x اللي هو derivative الباور 2 times الإكسبوننشال نفسه. هذا إذا كان هدفنا أنه نعمل derivative، بس إذا بدنا نعمل integration it will be different. It will be 1 over 2 e to the 2x. So hopefully انك يعني قادر على التمييز انه لما يكون عندي exponential function raised to linear power، واللينير باور عندي هون 2 to the x، اذا derivative شيء واذا integration شيء مختلف. So نرجع لسؤالنا، integral here رح يصير minus 1 over 2 e to the 2x plus c.
طيب راح احاول اني اكمل الحل هون عشان تكون المساله تكون يعني الاوبزرفيشن سهل فيها. اوكي الان يا اصدقاء عندنا هدف، وهدفنا الان هو ان نتخلص من e to the x، وحتى نتمكن من هذا الشيء we will multiply by e to the minus x by e to the minus x. So if you multiply by e to the minus x هذه من شأنها انه تلغي e to the x اللي ظهرت هون، او في ناس بيحكي نقسم على e to the x it's the same، بس يعني بالنسبة لي بشوفنا more professional انه نحكي والله multiply by e to the minus x اجمل. So when you multiply by e to the minus x it will be v only equals minus 1 over 2 e to the x. من وين اجت e to the x؟ لانه عندي minus x الباور عندي 2x، when you add them it will be x as you see here plus ما ننسى c طبعا plus c ايضا e to the minus x. آن الأوان أن أرد V إلى أصلها، وما هو أصل V؟ We will scan this is V. V equals Y to the minus 1. So Y to the minus 1 equals minus 1 over 2 E to the x plus c e to the minus x. من ناحية نظرية انتهى الحل بصراحة، ولكن إذا كنا حابين نشوف حلنا على شكل y equals something مش y to the minus 1 or whatsoever، بصراحة في قليل من الألجبرا، يعني أبدا مش كالكولوس، أبدا مش ديفرنشل، أبدا هي الجبر نو مور نو لس. خلينا نشوف. First of all بدي أعمل common denominator، يعني رح نيجي هون رح نضرب هون بتو وهون بتو حتى يصبح عندي denominators the same. So it will be like this y to the minus 1 equals ممكن نعمل هاي هيك عشان تبدو أوضح كفراكشن plus هون over 2 هون c e to the minus x. لربما يسأل سائل انه طبعا of course يعني الواحد هو بيحل احيانا بنسى رقم بخربط بغلط انا او غيري، لكن انا ما نسيت اضرب التو بالسي. يا اصدقائي لما تضرب تو بالسي بامكانك تخليها سي، بامكانك تخليها سي او تعملها تو سي، the way you like it's up to you. طبعا بعرف انه قد يقول قال انه ممكن تكون هاي سي 1 واللي نتجت هون هي سي، ما في مشكله. انا اقول لك انه خلي فيها flexibility rubbering، يعني اذا انت ضربت اذا كتبت هون 2 ما في مشكله، واذا ما كتبتها ما في مشكله، لانه بافتراض انه هذا الكونستنت يعني قيمته محفوظه سواء ضربته باثنين او ما ضربته او ما بتاثر، فبامكانك انك ما تكتب الاثنين at all، خليها c e to the minus x بصير ما في مشكله. لان بامكاننا نجمع هذول together to be y to the minus 1 we have here minus e to the x plus e sorry c e to the minus x over 2. ايضا بعدني بحكي انه كل اللي عم نعمله هون الجبرا، يعني احنا حلنا من هاي الستيب كان خلاص انتهى، لكن الجبرا نو مور نو لس. بامكانك ايضا يعني تخلي الماينس مش الحد الاول الحد الثاني، فبامكانك انك تقلب النومريتر. اوكي سو ممكن يكون بهذا الشكل y to the minus 1 equals c e to the minus x minus الهدف نخلي الماينس بالنص e to the x
over 2, then نقدر نتخلص من هذا الباور minus 1 ونعملها بس y. لكن إذا تخلصت من هذا الباور you have to flip this upside down. Okay, so it will be what? It will be y equals 2, then c e to the minus x minus e to the x. بصراحة يعني هذا يؤثر جدا جدا على الطالب في امتحان الاختيار من متعدد multiple choice. المالتيبل تشويس يلزمك بشكل الحل، يعني ربما يكون اللي اختار او اللي اختار هالمسائل اراد للفاينل انسر ان يكون بهذا الشكل، فاذا انت حصلت على هذا الشكل المراقب يعني يرى انهم مختلفين عن بعض، لانه في عندي 1 2 3 ستيبز حتى نصل لهذا الشكل المطلوب. ايضا حاب اذكر بنقطه كثير مهمه وحكينا عنها، وهي انه اذا شفت السي هون راح اكتب 2 بلون مختلف، مضروبه باثنين او مش مضروبه هذا لا يؤثر قولا واحدا، يعني ممكن تكون الاثنين موجوده او مش موجوده. اوكي، انتهى الحل وشكرا.